السلام عليكم متابعي قناة أبو عبد الحي، صلوا على رسولنا الكريم. قبل الدخول في التفاصيل، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. حيا لنبدأ. نادي غلطة سراي يستبعد حكيم زياش من قائمته، حيث لم يعد اسمه مدرجا في اللوائح وفقا لما أفادت به صحيفة تركية، وبالتالي لن يتم تفعيل البند الذي ينص على تمديد عقده لموسم إضافي إذا شارك في 50% من المباريات. وقد استبعد المدرب أوكان بورك زياش من حساباته بعد أن أعرب اللاعب عن استيائه ورغبته في الرحيل، خصوصا بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة يون بويز السويسري نهاية أغسطس الماضي خلال تصفيات دوري أبطال أوروبا. وفي الوقت الحالي يبحث وكلاء اللاعب عن نادي جديد للتعاقد معه خلال فترة انتقالات الشتوية في يناير المقبل، ومن المتوقع أن يكون ناديا خليجيا. للمزيد من الأخبار الحصرية المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. فضلا وليس أمرا، دمتم في رعاية الله وحفظه.